وتعالى أهل النار ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فصل بينهم ببعض الآيات. في آيات سابقة في القرآن العظيم كان ذكر أهل الجنة وأهل النار متلاصق، وهذا من تصريف الآيات في القرآن، هذا يعني من حكم الله سبحانه وتعالى في الفصل والوصل والتقديم. كما في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قدم ذكر النار أولا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ثم قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وهذا كله حكم. في سورة المؤمنون قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فذكر يعني الجنة دون ذكر النار. في سورة الفرقان قال ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان، ثم ذكر آيات كثيرة من صفات عباد الرحمن. في آخر السورة قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فتصريف الآيات هذه كما بينت عند ذكر كل آية فيه حكم كثيرة جدا. هنا الله تبارك وتعالى قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ثم ذكر كل نفس ذائقة الموت، ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على العبادات، جاهدوا أنفسهم، صبروا عن المعاصي، ومنهم من ترقى في المباحات في المندوبات، وقلوبهم صح إيمانها، على ربهم يتوكلون. لماذا يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى؟ لأنه آمن به أنه هو الرزاق وأنه هو الشافي وأنه هو الفعال في هذا الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحق ووعده الحق وإلى ما يتبع ذلك.